صح نسيت، نحن جايين بدنا نخبرك انه عاملين عزيمة كرمال نحتفل بزواجنا. بتعرفي تجوزنا كتير بسرعة وما لحقنا نعمل شيء، فضروري. شو؟ شو اللي ما فهمتي على القد؟ نحن ما قدرنا نعمل عرس، فقررنا نعمل عشاء هون بالبيت، وانا حضرت ليستة المعازيم، كل شيء جاهز. اكيد ما عارفك ما نسيت حدا منهم، لازم كل الناس يكونوا معنا ليحتفلوا معنا. بدنا نحتفل. طيب لكن اتفقنا للعشاء، ودعتيها؟ عفوا؟ رحاب انشحطت. شو هالحكي هيدا؟